الفنانة أمينة رشيد فنانة كبيرة، يعني سيدة الفن المغربي، لأنها امرأة اللي تعلم منها أجيال، وأنا من الجيل اللي تعلم على الطريقة ديالها في فنها وفي إلقائها وفي حياتها وفي شخصيتها. كانت كتحب الفنانة بصفة عامة، الصغير والكبير، ومرأة طيبة، ولما كتعاشر معها يعني كتحس بها طفلة، طفلة في معاملاتها، طفلة بريئة. الله يرحمها ويوسع عليها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا.